بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول قرار من مرتضى منصور بعد خسارة فريقه أمام إنبي. قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجميد مستحقات لاعب الفريق الأول بعد الخسارة مساء اليوم من إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز. وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض، ليفقد 3 نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم. تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتعادل محمود علاء من ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل. وعلى الفور قرر مرتضى منصور إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة، كما اتهم بعض اللاعبين بالتمرد وادعاء الإصابة قبل مباراة اليوم لعدم المشاركة. وقال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: سنتخذ موقفا مع اللاعبين المتمرضين. وأضاف أن طارق حامد ليس له مستحقات، وقمت أول أمس السبت بسداد 2 مليون جنيه في حسابه الشخصي. في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك وشير للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.